يا دنيا يا دنيا، أين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أنا من الحرير لا تجد عبدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. ثم يأمر الله الملك إسرافيل بالنفخة الأولى، وبعدها صعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، وتظل الدنيا هكذا 40 عاما ليس على ظهرها حي، ليس على ظهرها احد حي الا الله. الكل نام تحت التراب، لا روسيا ولا امريكا ولا المانيا ولا انجلترا ولا الصين ولا فرنسا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيظهرها قاعا صفقا لا ترى فيها عوجا ولا امسا ولا امسا. ماذا بالملائكه والانس والجن والطير وكل ما على الارض وما فوق السماء؟ الشمس كورت والنجوم انكبرت والجبال سيرت والاشعار عطلت والبحار فطرت والنفوس زوجت، السماء كشفت، الجنه اسلفت، الجحيم سعرت. ينظر ربك الى الدنيا وهي فيقول: يا دنيا، أين أنهارك؟ أين أشجارك؟ أين بحارك؟ أين قصورك؟ أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين أبناء الجبابرة؟ أين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ يا دنيا يا دنيا، أين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين سكان البيت المنظر؟ أين حكام الكرملين؟ أين سكان عبدين وقصر الدين؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بكم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.